عمر بدر بدر عندك كم سنة؟ تسعة سنين. بتيجي النادي ليه؟ عشان لو اجي العب اكون ساعات زقهان كده يعني، فباجي عشان لو اجي العب شويه عشان بكون زقهان من البيت، اجي العب شويه. ايه اللي بيخليك تزهق؟ بالقعد في البيت. اقعد في البيت اعمل ايه؟ اقعد في البيت بقعد كده اكتب الواجب بس ومش بعمل حاجه، اقعد في البيت. فانا بقول لماما ما ينفعش نقعد النادي شويه، تقول لي ماشي تعالى نروح النادي. طب وانت عندك اخوات؟ عندي اخويا هو بس واحد. طب بتلعب معاه ولا لا؟ بلعب معاه دوما دوما على طول. على طول. بتلعبوا ايه بقى؟ اي حاجه. زي ايه؟ لعب الكهرباء، خلاويص، تومية، حاجه كده يعني. طب انتوا بتحبوا مثلا تلعبوا على الكمبيوتر؟ لا انا مش عندي كمبيوتر، انا عندي تليفون. بتحب تلعب على الموبايل؟ بحب. ايه عندي العاب كتير. بحب اتفرج على افلام رعب. بتحب ايه؟ في حاجه معينه؟ افلام إيه؟ ايوه في حاجه معينه بحبها، فيلم جودزيلا والقروش. فيلم القروش التالت بحبهم. طيب بتحب ايه غير ان انت تيجي النادي هنا عشان تلعب مثلا؟ بحب اي حاجه ما عدا بس في حاجه انا مش بحبها. ايه؟ اقعد زهقان بس كده، اقعد شعوري كده يكون مضايقني، في حاجه مضايقاني هي دي الحاجه اللي بتزهقني. طب بتحب مثلا تلعب كوره؟ بحب العب كوره، انا دايما بلعب كوره القدم. شاطر ولا نص نص؟ لا شاطر. بتلعب ايه؟ بس بلعب برجلي الشمال واي حاجه تانية. شاطر يعني سريع ولا لا؟ مش سريع قوي، اسرع واحد فيهم. والله ما شاء الله اسرع واحد في اصحابك. شاطر ما شاء الله. طب وانت عايز لما تكبر تطلع ايه؟ لعيب كره قدم او كانتر. ان شاء الله يا رب يا رب تحقق لك كل اللي بتتمناه يا رب. يعني انت عايز لما تكبر تطلع لعيب كره؟ ان شاء الله. طب انت تعرف اللي هو بيبقى فيه دفاع وفي اللي هو ايوه الهجوم؟ ايوه عارف. ايه انا هجوم. هجوم حلو ده ما شاء الله. طيب يا سيدي قول لي مثلا في الاجازه بتحب تعمل ايه؟ انزل اخرج اتمشى كده، اتمشى اروح كده امشي اتمشى على البحر كده، او اروح جليم بلازا مثلا كده يعني حاجات كده، اروح مطعم كده. تحب تاكل ايه بقى؟ اي حاجه. السوشي. ما هو بتعمل لي في البيت. شاطره ماما؟ بجد؟ والله. متاكد؟ مش هقول لها ما تخافش. شاطره ولا لا؟ والله شاطره. طب بتحب تاكل ايه غير السوشي؟ لا انا ما فيش. اكتر حاجه بحبها بس هي اللي ايه، بحب البطه اللي هي فيها فريك. اكتر حاجه بحبها البط. بحبها. بحبها قوي قوي قوي. طب ايه تاني؟ ما فيش حاجه تانية، هي السوشي بس البط. طب والمشروبات؟ بحب البيبسي. البيبسي. والفاكهه؟ التفاح. ايه اكتر لون بتحبه؟ الاحمر. الاحمر. اشمعنى؟ عشان الاحمر في حاجه كده انا بتمناها اكون لوني احمر. انا بحب ساعات كده بلبس خاتم لونه، اي حاجه بلبسها لونها احمر. بس انا النهارده بس عشان انا لابس، عشان دي هدوم العيد انا بلبس كده في العيد، بلبس هدوم كده. طب وانت في النادي بتحب تشجع نادي ايه؟ الزمالك. يعني مش التحداوي؟ لا مش ليه بقى مش التحداوي؟ مش بحب. ليه بقى انا اصلا زمالكاوي من زمان. زمان قوي. اخويا اهلاوي. اخوك اهلاوي؟ طب وبابا؟ بابا اهلاوي. بابا اهلاوي. كل عيلتي زمالكاويه ما عدا انا. انا زمالكاوي ما عدا بابا واخوك. ايوه وخالتي بس. ماما زمالكاويه برده. كل عيلتي زمالكاويه ما عدا بس خالتي واخويا وبابايا. هما بس الاهلاويه. زمالكاويه. انت زمالكاوي؟ ايوه. بس اخوك وباباك اهلاوي؟ ايوه. طيب مين اكتر حد، بابا ولا ماما بتحبه اكتر؟ ماما. ماما؟ اشمعنى ماما؟ انا خايفه اقول الحقيقه عشان في حاجه كده هتضايقني شويه. هتضايق. تتضايق؟ ما ينفعش اقولها. لا ما تقولش، بس بتقولي بتحب ماما اكتر ليه؟ عشان بابا. طيب قولي بقى عايز ايه من حاجه حلوه؟ جميل قوي. لفه كبيره قوي 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 قوي. لا 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 بجد اعلى. سقف. اسمك ايه يا قمر؟ سدن. 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 اسمك سدن. حلو الاسم ده جديد. عندك كام سنه؟ 9 سنين و10. 9 10. سقف كبيره لسدن. لا لا بجد زعلانه. علي صوتكم. ما تسقفش ليه؟
طيب انت بقى عندك موهبه؟ عندك موهبه ايه؟ الرسم. الله بجد؟ بترسمي ايه؟ شخصيات والطبيعه. طبيعه؟ الله. طب بتعرفي ترسمي كرتون؟ طبيعه بس؟ ايه؟ بطبيعه بس؟ لا طبيعه وشخصيات. شخصيات حقيقيه؟ وساعات يا اما حقيقيه وساعات مش حقيقيه. طب مين اللي علمك؟ هي بنت خالتي. بنت خالتك كبيره ولا صغيره؟ هي ورا جنى كبيره يعني. طيب هي بدات ازاي ولا هي اللي علمتك ولا انت بداتي حبيتيها ولا كده ايه؟ هي كانت بتحب الرسم كانت بتتعلم من اليوتيوب فهي علمتني فانا اتعلمت. هي علمتني الرسم وكانت بتاخد من اليوتيوب فانا بقى اتعلمت معاها وبدلت اخد الرسومات من اليوتيوب واشوف بترسم ازاي وارسم معاها. يعني شاطرة ولا نص نص؟ شاطرة بجد. هسألها. طب بتحبي ايه غير الرسم؟ يعني بتحبي تيجي النادي تعملي ايه؟ العب عادي مع اصحابي وفي الملاهي ومع بنت خالتي برضه. مع بنت خالتك؟ طب انت عندك صحابة دي ايه؟ واحدة بس. واحدة بس مين؟ رسال. رسال. رسال؟ رسال. ايه الاسماء الغريبة؟ هي حلوة جديدة. طيب قولي لي مثلا بتيجي تعملي ايه غير ان انت تلعبي معاها؟ بتحبي ملاهي؟ بتحبي تاكلي حاجة معينة؟ لا يعني اول ما تسمعي ان انت رايحة النادي اول حاجة بتيجي في بالك بتبقي فرحانة عشانها؟ عشان انا بلعب في الملاهي. بس كده؟ ملاهي بس؟ وعشان بكون كمان رايحة مع عيلتي وكده. مع عيلتك؟ طيب قولي لي بتحبي اكتر حاجة تاكليها؟ الملوخية. الملوخية. ملوخية؟ الله. ايه تاني معاها؟ الرز والفراخ. الله حلو فرع. قولي لي بتحبي تشربي ايه؟ الشاي. الشاي؟ بتحبي الشاي؟ باللبن. معقولة؟ الشاي باللبن. ايوه كملي بقى. طب عايز تطلعي اما تكبري؟ يا اما مهندسة ديكور يا اما دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة كحة. انف واذن. حنجرة صح؟ انت شاطرة قوي وجميلة. شكرا. العفو يا اما. قولي لي عايزة ايه من الحلويات؟ سقفة كبيرة ليها؟ لا بجد. سقف سقف سقف. اسمك ايه يا قمر؟ اسمي هنا. هنا؟ بتيجي تعملي ايه هنا؟ باجي عادي يعني مثلا بيبقى معايا صحابي وكده فبنيجي نلعب مثلا بنعمل بنقعد مع بعض وكل الحاجات دي. طب انت عندك كام سنة الأول؟ عندي 9 سنين. 9 سنين؟ طيب عندك موهبة؟ موهبة الرسم. الله بجد. طب بقالي قد ايه بترسمي؟ بقالي سنة. سنة. طب مين اللي علمك أو دربتي؟ مفيش حد علمني أنا من طب انت ازاي عرفتي ان انت بتحبي الرسم او بداتي ازاي امتى؟ انا اصلا اول ما بدات الرسم كنت بشوفها على اليوتيوب برسومات وكده كنت برسمها احلى كمان من على اليوتيوب وكده فمامتي عرفت ان انا عندي موهبه الرسم فشاركت لي في رسم وكده وكله وانا اصلا يعني باخد يعني لسه هاخد شهادات عشان انا اشطر واحده يعتبر برسم. يعني انت حابه لما تكبري تبقي ايه؟ رسامه؟ بجد؟ بس اني برضه نفسي اطلع دكتوره في نفس الوقت. دكتوره شامله كل حاجه. شامله؟ كل حاجه. انت جميله قوي اصلا والله اكبر عليكي زي القمر. شكرا. طب انا سمعت ان انت بتحبي تغني. طب غني بقى. غني يا بنات يا بنات. ماشي يلا. يا بنات يا بنات يا بنات يلا سقفوا معايا. اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية ولا دقش الحلويات حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض اتحدت ولا ملت الحيط عليا سقفوا ورقص يا ولاد الفرح ملوحش معاد ضحكتها لما اتولدت بس دي جميلة قوي. شكرا. سقفة كبيرة ليها يا جماعة في ايه؟ قولي لي بتحبي ايه تاني؟ بحب ايه تاني؟ يا زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في الاكل بتحبي تاكلي ايه؟ بيتزا. بتحبي البيتزا؟ بتحبي ايه تاني؟ بحب من ايه برضو من يعني ايه مثلا زي ايه؟ زي مثلا طب زي ايه مثلا؟ يعني بتحبي تاكلي ايه غير البيتزا مثلا؟ كريب.
بتحبي البطاطس؟ بحب البطاطس. بتحبي البطاطس؟ بتحبي ايه تاني؟ بحب البطاطس، بحب الاندومي، بحب ماما لو شافت الفيديو هتضربني انا وانتي. الشيبسي بحب الشيبسي، بحب العصير والبيبسي يعني، وبحب الحلويات نفسها. تحبي ايه بقى في الحلويات؟ شوكليت. وبحب المصاصة. بتحبي نوع معين طيب في الشوكليت ولا يعني كابري، جالاكسي، بابلي، كيت كات؟ تحبي ايه؟ جالاكسي. جالاكسي. وبحب كمان شوكليت بالاوريو. بالاوريو ما جميلة. طب ايه تاني؟ طب انت اصلا لما بتيجي عندك صحاب معينه بتحبي تنزلي تلعبي معاهم؟ مين؟ زي مثلا انا اصلا صاحبتي اللي في مدرسه معايا بتيجي على طول النادي، فانا بلعب معاها، بس النهارده عشان هي ما جاتش، بس يعني عندي اصحابي كده، اصحاب بلاقيهم فبلعب معاهم. اصحاب اصلا عندي من زمان، اول ما جيت النادي كنت بلعب معاهم. اسمهم ايه؟ مثلا اللي معايا في المدرسه اسمها منة واختها اسمها لوجي، ومثلا اللي معايا في النادي هنا اسمها فاطمة. عندي اصحاب كتير يعني. انت بتلعبي معاهم على طول ولا لما بتلاقيهم؟ لا بلعب معاهم على طول. على طول. طيب عايزه، انت قلت لي لما تكبري تطلعي دكتوره او رسامه؟ او رسامه. خلاص بصي انا هبقى موجوده هنا، هتجيبي لي السكتش واتفرج عليه ونوري للناس. اكيد اكيد. وعايزه بصي بقى انت جميله قوي. شكرا. قولي لي عايزه ايه من الحلويات؟ ممكن اخد مصاصه. خلاص ماشي. وعايزه اخد بونبوني مصاصه. ماشي اوكي. انا هاخد ده. ممكن سقفه كبيره قوي 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 قوي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.